مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه صبحيه. ربنا يا رب يجعل ايام حضراتكم كلها حب وسعاده ورومانسيه. النهارده كده وانا جايه في الطريق لقيت سبحان الله الطريق فاضي وحلو وجميل، وكوبري اكتوبر كان ماشي. طبعا اكيد كان في حد معدي، شفت الدنيا كده كلها رجال مرور وبتاع، فحسيت ان اكيد في حد معدي فهم مفضيين الطريق طبعا. فتخيلت ان احنا لو كل يوم، والحقيقه ان المشوار اللي باخده مثلا سي يوميا في ساعه ونص، خدته النهارده ما شاء الله يعني في حوالي نص ساعه، نص ساعه وخمس دقائق. فتخيلت انه لو الطريق فاضي، وتخيلت ان لو الدنيا كده الامور ميسره فيها، قد ايه احنا بنبقى في ضغط عصبي كلنا واحنا في او عربيه او حاجه، بنتخيل ان الدنيا لو حلوه كده الواحد هينجز مشاويره بشكل اسرع، الواحد هيحس بقيمه اليوم، لان احنا بنضيع وقت طويل قوي في الطرقات. فحسيت انه طبعا في عبء كبير على رجال المرور، وفي نفس الوقت برضو في عبء كبير علينا احنا، للاسف ساعات كتير قوي بنسلك سلوكيات ممكن تكون هي اكبر خطأ بنعمله في اليوم بيخلينا نتأخر فعلا عن مشاورنا. في ناس بتقف بدون انتظار في أماكن ممنوع فيها الانتظار، في ناس ممكن إنها للأسف بتبقى مش بتشيك على العربية بتاعتها، على دورة التبريد، على الكاوتش، على غيره، على السيور، فبنلاقي إن العربية بتعطل طبعا نتيجة لدرجات الحرارة دي. ربنا يا رب يعني ييسر لنا أمورنا فيها. في ناس بتبقى كمان بتسوق العربيه او بتسوق الميكروباصات بشكل غير منظم، فبتلاقي ان في يعني هرج ومرج في الطريق، وبنبقى احنا سبب تعطيل انفسنا. تعالوا نحاول كده نخلي ثقافتنا ارقى وافضل بكتير. مش بقول ان العبء كله علينا طبعا وعلى رجال المرور، وكمان ساعات بيكون على الطريق نفسه، لان احنا بنقول انه منظومه المرور دي عباره عن القائد والمركبه والطريق، فبالتالي لازم كل الثلاث عناصر دول يكونوا يعني فيهم تنظيم وفيهم اهتمام. لو انت عندك عربيه اهتم بعربيتك، لو انت بتسوق ميكروباص اهتم من فضلك، او بتسوق تاكسي اهتم من فضلك بتعليمات المرور، ومش لازم تقف في نص الطريق عشان تركب الزبون يعني. والطرق برضو النقر والحفر اللي احنا بنشوفها دي، اللي هو الواحد ممكن يقف مره واحده او يهدي مره واحده عشان يفادي النقر، في سلوكيات كتير قوي. والناس اللي بتعدي الطريق خلوا بالكم، ركزوا كويس، اتبعوا تعليمات واشارات المرور عشان سلامتكم وسلامه الغير. اتمنى ان بلدنا تكون منظمه، اتمنى ان حياتنا تكون اسهل واريح بكتير، لانه الانتظار ساعات كتير بيعطلنا وبيسبب مشاكل كتير لناس ممكن تتاخر عن شغلها، تتاخر عن مصالحها. سلوكياتنا هي اساس حياتنا، فبالتالي دعوه عامه النهارده للتنظيم، وان المشهد الجميل اللي انا شفته النهارده الواحد كده جاي متفائل ومبسوط، لانه هو وصل شغله بدري مرتاح. نبقى نازلين بدري جدا وعاملين حسابنا والله، وبنبقى ملتزمين جدا، بس بنلاقي ان الطريق مره واحده وقف، الناحيه الثانيه من كوبري اكتوبر كانت واقفه، فالناس دي هتوصل شغلها امتى؟ ممكن ما توصلش اصلا وما تلحقش اصلا، وخصوصا لما ناس يكون شغلها حساس زينا. ميعاد الهواء ده زي ما بيقول لك الهواء ملوش دواء، يعني الساعه 10 يبقى 10 شارب، ما لهمش دعوه الطريق واقف، حد معدي، في حادثه. ففي الاخر اتمنى ان شاء الله الحياه تكون ميسره، وطرقنا دايما تكون مفتوحه وما فيهاش اي مشاكل، عشان الحياه تبقى ابسط ان شاء الله. صباح جديد، صباح سعيد مليان بالتفاؤل والامل، وتعالوا نروح الاغنيه ونرجع مره ثانيه. استنوني.